ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم زكريا, how are you? This is our class for today, inshallah. Today we are going to take Surah Al-Muzzammil from ayah number 1 up to ayah number 12, inshallah. And also we're going to revise the next surah after Surah Al-Buruj, Surah Al-Inshiqaq. Now I read Surah Al-Muzzammil from ayah number 1 to ayah number 12. Listen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. Okay, Zakaria, now you can repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil layla illa qaleela. Nisfahu aw inqus minhu qaleela. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين
قول النعمة. زكريا, here something is very important. This word we should read it with فتحة. نون here has فتحة sign above it. So we're gonna go up with the sound. We'll take the sound up like this. قول النا. Don't say ni. Ni is wrong. Okay. قول النعمة. This is correct. Okay, one more time. قول النعمة. Okay. ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. Okay, Zakaria, now I'm gonna read again from ayah number 9 to ayah number 12. One more time, only listen. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. Okay, Zakaria, now it's time to read Surah Al-Inshiqaq. Okay, I will read it to you. Listen. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Okay, Zakaria, that's it. Thank you. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. محمد رسول الله.